عودة للصراع في غزة ولكن من زاوية ثقافية، فقد جمع عرض فني تحت عنوان عمار الجاليات الفلسطينية من خلال إحياء تراثهم. وعلى الرغم من مقتل أكثر من 25 ألف شخص في الأشهر الأربعة الماضية، فإن هذا العرض الفني هو انعكاس لمجتمع يتعامل مع تعقيدات الحرب بعيدا عن وطنه. إلي أزي والتفاصيل. في ريفرسايد ثياترز بارامتا، عرض فني بأركان ثلاثة، الطه، الموسيقى، ورواية القصص قدمته الفنانة الفلسطينية أسيل تايه. طردوه من كل المنازل، أخذوا حبيبته الصغيرة، قالوا أنت نازل. بأسلوب فريد يأثر الحواس الخمس. إن الليل زال، وحمل عنوان عمار. عمار يعني هي العمار مثل ما الناس تعرفها هي البنيان، بس عمار بكتير معاني بالعربي، هي الاشي اللي مكبر، الاشي اللي عم يكبر مثل الدايم، يعني مثل ضل يتعمر، يعني يا ريت يضل يتعمر. مشهد ثقافي واجتماعي مكتمل العناصر، فالقاعة تزينت بأدوات حرفية، والموائد بأطعمة فلسطينية تزينت بآلية وزينة حرفية من التراث الفلسطيني، وتوزعت عليها أغصان زيتون وسلال سنابل. يعني الحصاد له موسمه، والرمان له وقته، والزيتون له هيئته. أرادت أسيل من خلال ذلك أن يتذوق الحاضرون أكثر من مجرد مأكولات لذيذة. نشبعهم من أكلنا، من تراثنا، من حكاياتنا، من وجعنا. واستمتع الحضور بأداء أسيل لأغنيات تراثية عزفت على آلتي العود والقانون. الآلات حنستعملها ونحتفيهم القانون والعود، وهم يعني آلات يعني من خلالهم فهم عبر عن كذا شغلة، ومنهم يعني هلا عم نحكي عن قصص عن غزة وفلسطين، فطبعا في حزن بهال يعني بالأنغام رح نلعبها. البيت العربي بيت مليان أكل وبيت مليان موسيقى وبيتين مع بعض half the time يعني. ف حدو كامل موسيقى بتضمن القصص بتاعتنا، الحكاية، التراث. ف بقول حاجة زي عمار كده، ده عرض تذوق، فبتدوق الأكل وبتدوق الريحة وبتدوق الموسيقى. شعور اللي بتحسه وانت قاعد، وانت يعني بكل النواحي، كل حواسك بالموجب اللي عم بيصير، اللي عم بنحكي، بعدين بتصير تحسه، بتبطل تسمع وبتبطل تشوفه، بتصير تحسه. عرض زي ده بيعرض احنا كمان يا زميل، احنا بناكل ايه، حياتنا شكلها ازاي، بنحب شجر الزيتون بتاعنا قد ايه، احنا وي بيبل، وي جاست وانت تو ليف، وي جاست وانت تو هاف فن. عمار يا بلدنا. اللي أزي SBS عربي نيوز. متابعي ومشاهدينا، حالة